كلها اتكلمت عنها هي فكرة وتصميم وتنفيذ عالم مصري هنا في كوريا؟ معهد جوانجو للعلوم والتكنولوجيا بكوريا الجنوبية. كلية الدراسات العليا مختصة بتدريب العلماء والباحثين ذوي المهارات العالية. المصري دكتور أحمد الشرقاوي، دكتوراه في هندسة التكنولوجيا والروبوتات الذكية في معهد بوانجو للعلوم والتكنولوجيا. جائزة الإنجاز البحثي الأفضل من معهد جوانجو للعلوم والتكنولوجيا 2018. صاحب إسهامات بحثية في مجال تصميم الروبوتات والتفاعل التلقائي بين الإنسان والروبوتات. عمل على التصميم والتحكم في الروبوتات الطائرة لتغطية الفعاليات داخل الصالات المغلقة.